بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم يا أحلى متابعين وأحلى مشتركين؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت تتفرج على قناتي الأول مرة. إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد. النهاردة أنا موجودة فين؟ موجودة عند السيف جاليري أو غاليري، بناء عن طلبوا مني بعض متابعيني ان انا اروح اعمل جولة هناك. في عروض حلوة، الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دون في عروض حلوة قوي للقلايات والمكانس الكهربائية والخلاطات ومحضرة الطعام والهاند بلندر. شوفوا كده العروض وشوفوا الاسعار، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا نتفرج سوا مع بعض. طلعنا بقى هنا الدور الثاني في السيف جاليري، في او غاليري، في هنا بقى ايه، في القسم اللي هو المكانس والافران، هنشوف بقى مع بعض الدور ده فيه ايه بالظبط. شوف هنا بقى كده، شوف هنا المكانس، في المكنسه دي اللي هي 1800 واط، دي المكنسه اللي هي البرميل 1800 واط، دي ب 279 279، بس مش عارفه بقى هي قبل التخفيض ولا بعد. يا محمد، في ديسون اللي هي المكنسه ديسون دي 2000 واط، دي كانت ب 315 بقت ب 199، دي مكنسه كهربائيه 22 لتر 2000 واط 5 متر، اللي هو السلك يعني بتاعها، السلك بتاعها 5 متر. تمام، في منها الاسود وفي منها النبيتي اهي، السعر قبل وبعد 199، حقيقه سعرها لقطه وحلو قوي. في برضو هنا عندنا المكنسه ميديا، دي ب 256 1600 واط. في بقى غلايات الميه دي ب 965، ده محضر شاي تركي ب 599 بالحجم الصغير ب 515. في بقى كاوية البخار دي 26 بوصة ب 799. دي كاوية البخار برضو ديجيتال مقاس 26 دانتيل فضي، دي بكام؟ ب 786. نشوف بقى القلايات، قلايات البطاطس دي لونجي ب 786 الكيلو ونص، دي لونجي قلاية بطاطس برضو 1400 واط دي لونجي ب 524. في قلاية بطاطس دي لونجي 1400 واط ب 1106. في القلاية اللي هي اكتيفري تيفال بدون زيت دي ب 659. القلاية اكتيفري برضو، اكتيفري تيفال بدون زيت كيلو ب 479. في هنا بقى اللي هي اكتيفري تيفال بدون زيت اهي، دي ب 429. الجماعه اللي كانوا بيسالوا على القلايات، نشوف بقى محضره الطعام. في بقى اللي هو الفرن هامر ده، ده 2000 واط ب 329. في هنا فوق اللي هو
ده مايكرويف ابيض ديجيتال 23 لتر ب 277، كان ب 399. طبعا الفرن بيختلف حسب الوقت وحسب طبعا الماركه بتاعته. تمام، في هنا بقى اللي هو الفرن، في هنا الفرن اللي هو هامر برضو ب 587 بقى ب 429. هامر برضو ده كان ب 568 بقى ب 499. نفتحه كده من جوه ونشوفه، الحقيقة واسع. ده اسمه ديسون، ديسون ده برضو ب 466. هم الافران في هامر برضو ب 499 اهو، ده فرن اوسع شويه. ده ب 599 ده ب 629 الفرن برضو اوسع، ده مع شوايه ده 2800 واط، الواط بتاعه اعلى شويه، ده 100 لتر واسع. الميكرويف ده رقمي 38 لتر ب 489 ديسون، ماركة ديسون. في اللي هو الميكرويف الصغير ده، ده بكام؟ ده ب 296 17 لتر. ادي الاسعار. في فرن هامر ده برضو فتي، ده 100 لتر، 100 لتر اكبر شويه بالشوايه، ده كان ب 699 بقى ب 559. نشوف مفارم اللحمه برضو الاسعار بتاعتها وكده. في المفرمه اللي هي 2000 واط، مفرمه لحمه ب 399 من ديسون، شكلها اهو. في هنا المفرمه، مفرمه لحمه برضو دي ستانلس ستيل كلها سرعتين 2000 واط، كانت ب 499 بقت ب 388. هنا فرمت مولينكس 2300 واط ب 489. في مولينكس برضو بس 2300 واط، بس طبعا الاوبشن بتاعها مختلف شويه يبقى اعلى 919. في بقى اللي هي ماركه هيمي دي، دي صيني ب 478، دي 3000 واط من جيسون. في بقى اللي هو الهاند بلندر من ديسون ب 112 براون. ده 128 اللي هو خلاط كهربائي لونه اسود اللي هو ده دون. في الهاند بلندر اللي هو، لا مش هاند بلندر، ده مضرب، مضرب بيض كينود ب 104 2800 واط. في كنود بالمضرب بيت ده، ده 99. العصارة ب 199 كنود. في عصارة براون ب 154. عصارة حمضيات برضو كنود ب 119. هنا
عصير البرتقال ب139، في بقى اللي هي اللي هو بتاع السندوتشات السخان، سندوتش ده من ديسم ب228، ده ب199. ايه نفس اللي جوه بس انت تبين 65. حلو البنك ده 65 كده صح؟ لا 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 ده كام؟ ده 1400 واط. ده ب119 ديسون برضو ميد ان تشاينا. في الشواية التركي دي 1800 واط، كانت ب159 بقت ب129. هنا بقى اللي هو محضرة الطعام سرعتين 600 واط ب168، ده لتر و7، ديسون ب229 كانت ب349، محضرة طعام 800 واط ديسون برضو كانت ب349 بقت ب229، اللي هي السمرة دي. هنا محضرة طعام ديسون ب468 بقت ب377، دي ب379 كانت ب499. في براون محضرة طعام برضو كانت لا هي مالهاش تخفيض على فكرة، دي ب1499، دي ساعة 4 لتر و3000 بحوض ستيل. محضرة طعام مولينكس ب569، كينود ب519، محضرة طعام كينود دي برضو ب666، دي كام؟ دي 30 وظيفة و1000 واط كينود. في مولينكس ب469، في بقى الخلاطات هنا مولينكس ب239، في مولينكس ب286 اللي هو 500 واط 3 شفرات، هو ده مولينكس ب79 اللي هو ده جينا ده تركي. مولينكس 186 ده 500 واط. في خلاط ميديا ب186، في رينو جانو ده احنا قلنا ماركة تركي، ده كان ب112 بقى ب77 جينا. في خلاط براند ده 3 في 1، كان ب129 بقى ب79. نشوف بقى العصارة دي، دي العصارة لونها ابيض من ديسون او اديسون ب299، وما ساعات يكتبوها ديسون ساعات يكتبوها اديسون، مش عارفة على الورقة. هي يا جماعة دي ماركة اديسون، في دايسون وفي اديسون ب229، يعني عشان تاخدوا بالكم يعني اهي.
وده كان قسم اللي هي المحاضرات الطعام، كان قسم محاضرات الطعام زي ما انتوا شفتوا كده بالاسعار زي ما قلت لكم، وهنا الخلاطات باسعارها المختلفه. واقول لكم بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.